في أغسطس عام 1995 فجرت الصحف الإسرائيلية قضية قتل الأسرى المصريين، والتي بدأت باعترافات العقيد داني وولف بقتل 300 من عمال الترحيل المصريين العزل أثناء الحرب. بعدها توالت اعترافات جنرالات الجيش الإسرائيلي واللي نشرتها الصحف الإسرائيلية في ذلك الوقت، وكانت صدمة لمشاعرنا بكل مقاييس، لكنها تجعلنا نتساءل ماذا يقول شهود العيان، ما موقف القانون الدولي من تلك الجرائم، لماذا فجرت إسرائيل تلك القضية في ذلك الوقت. أهم من كده، أين هم هؤلاء الأسرى المصريين؟ هل فعلا كانت هناك عمليات تعذيب داخل معسكرات الجيش الإسرائيلي؟ والسؤال الأخير، هل هناك أي ضغوط دولية على مصر لإغلاق ملف الأسرى؟ أسئلة كثيرة نحاول معكم الإجابة عليها، تابعونا بعد الفاصل. هزيمة 5 مليون يوم من عام 1967 لم تكن هزيمة على المستوى السياسي والعسكري فقط، ولكنها كانت هزيمة بشرية بكل المقاييس. والسبب ارتفاع عدد الأسرى والقتلى في الجيش المصري وتنوع أنواع التنكيل بهم. وتتفاقم الأزمة البشرية بعد صدور قرار الانسحاب المفاجئ يوم 6 يونيو، عندما صدرت الأوامر العسكرية بانسحاب الجنود من مواقعهم دون أي غطاء جوي يوفر لهم الحماية. كان هذا الانسحاب في معظمه حالة من الفوضى، وخلال هذه الفوضى ومضاعفاتها وقعت أفدح الخسائر. ومع انتهاء حرب يونيو عام 67 تضاربت الأقوال حول العدد الحقيقي للقتلى من الجيش المصري، وتبقى الحقيقة المهمة وهي أننا لن ننسى كل قطرة دم سالت من أبنائنا في سبيل الدفاع عن مصر. سكونة في تقريبا على بعد حوالي 40 كيلو من الإسماعيلية، كنت جنب الطريق الأوسط في وسط سيناء. فطبعا اللي مسكني كنت أنا ومعايا عسكري، فاللي مسكني كانت عربية نص جنزير، جت عربية إسرائيلي لما شافونا نزلوا وحوطونا وقعدوا يكلمونا من بعيد، وأنا كنت مستغرب، إحنا كنا منهكين القوة ومش قادرين، لأن طبعا مشي وعدم شرب، وهم راكبين عربية، ومع ذلك حسيت ان هم خايفين مننا، فحاوطونا من بعيد، وبعض في منهم كان بيتكلم عربي. فواحد قال لي فين سلاحك؟ قلت له ما عنديش سلاح. فراح ضربني في ركبتي بعزمه بالجزمة العسكرية، طبعا رجلي اتعورت لدرجة ان البنطلون بتاع الاوفرول اتقطع. وبعدين بيتكلموا عربي بشراسة رهيبة، يعني واحد حاقد مش واحد يعني اسير. حسيت ان ده مش اسر، ده عملية ناس عايزين يعذبونا ثم يقتلونا. كده ركبونا العربية نص جنزير وكتفونا طبعا من ايدينا من ورا وغمونا، ثم مشونا في وسط سيناء برضو. طبعا احنا ما كناش شايفين، الا لقينا مركز تجمع للأسر. طبعا سيناء في شهر يونيو الرملة سخنة، كلنا ينزلونا من العربيات، طبعا كل واحد ينزل برجلهم يكعبلوه، نزلنا ونايمون على الارض. وطبعا كان في جرح، كان في جرح، جرح شداد، ما فيش اي وسيله للعلاج، اي وسيله للاعاشه، اكثر من ان هم موقفين قاعدين في الرمله ومش عارفين اخبارنا ايه. للاسف الشديد قعدنا في هذا الوضع حوالي 24 ساعه، لا اكل ولا ميه ولا اي حاجه. تاني يوم اتكلمنا، احنا برضو عايزين نشرب، قلنا لهم عايزين ميه. بيفتشوا المواقع، فدخلوا طبعا المحطه اساس يشوفوا في حد صاحي او كذا، ففوجئوا ان في بعض الجرحى وانا احدهم، ما زال لسه
حيا يعني. فطبعا ضربوا كم دفعة نار مع ان احنا ما عندناش سلاح ولا نقدر حتى نقاوم. فقوم يا مصري قوم يا مصري. وكنا حوالي 9 انفار فيهم الحياة. واستفينا خارج المحطة. فجه الصول الاسرائيلي وبصلنا بدهشة جدا رغم ضرب الدبابات طول الليل وضرب الرشاشات وكده ان لسه في ناس صاحية وحاجة زي كده. فكانت واقفة عربية زل فجه خبط العربية بدراعه وقال وين الكوسيجن بتاعكم وين الكوسيجن؟ الكوسيجن كان رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي وقتها. جاب لنا عربيات لواري. العربية اللي تشيل مثلا 30 واحد حطوا فيها 100 واحد. يعني يمكن هم المجموعة دي كلها راحت في عربيتين. طبعا نقل رهيب. وطبعا قاعدين متكتفين ايدينا ورا ظهرنا ومتغنيين. ففضلنا بقيتين الليلة طبعا الجروح والدماء بتنزف وكده وجو سينا بالليل برد جدا. فطبعا بتعمل حمى شديدة جدا ومفيش غطاء وانت طالع بقى من المعركة اللي بنص سروال اللي بنص فانيلا اللي مكسور اللي كذا اللي كذا. ومفيش بقى لا أكل طبعا ولا مية ولا أي شيء. يجي يقول لك عايز مية مصري يجيب الكوباية يقوم رششها على الناس المستلقاة دي يعني. ما كانوش بيعاملونا اكتر اللي يقوم ولا يتكلم كان بينضرب. بينضرب بالرصاص بينضرب بظهر البندقيه ما كانش في حد يجرؤ انه يتكلم. طب احنا عايزين نشرب مش عايزين ناكل. الفتره دي الجوع ما بيأثرش ولا الواحد بيهتم بالاكل اطلاقا. كل ما هناك كانت العطش يعني فوق الاهتمام. بقالنا كده ما شربناش والدنيا شمس وبالليل الدنيا ثلج فطبعا كان كلنا عايزين ميه. فابتدوا يعملوا امداد بالميه على خفيف يعني مثلا نصنا شرب ونصنا ما شربش. وبعدين طبعا قالوا اللي هيقوم من مطرحه هينضرب بالرصاص. فبعد كده ما حدش اتحرك مطرحه. عدى علينا في بير سبع برضه حوالي يمكن يوم ونص. ما جابوش فيها الا شويه ميه ما مرتش علينا كلنا. بعد كده جابوا عربيات برضه لواري. ونقلونا الى اسرائيل بقى الى المعسكر اللي احنا او المعتقل اللي احنا كنا ما كناش عارفين فين. كان في قطر هياخدنا الى عتليت من هذا المكان. هذا القطار مش قطر بالمعنى. كان زمان في حاجه اسمها قطر الفرنساوي او قطر الدلتا. عباره عن عربيات صغيره جدا وتمشي تتراقص على القضبان. وكان قطر بضاعه. فركبونا في هذا القطر يعني كانت العربيات صغيره من اول يمكن ما اخترعوا السكه الحديد يعني. اذا كانت العربيه بالساعه 10 او 15 فكان فيها 50 او 60. ولكن انت تخيل بقى ما فيهاش شبابيك ولا منافذ للهواء وناس مجروحه ومتعوره وبتنزف وفوق بعضها كلها. لدرجه لما وصلنا فعلا عتليت كان كل عربيه نزلنا منها 6-7 جزء على الاقل. من كل عربية انت جوه العربية بقى بتخبط طبعا من الاختناق. فيفتح عايز ايه يا مصري مية فيقوم جايب المية وقوم رشيشة وقوم قافل تاني. كيف تفجرت قضية الأسرة؟ طرحت هذه القضية في الصحافة الإسرائيلية. بدأت تركز وسائل الإعلام ومن بينها وسائل الإعلام المصرية على منجرها. واسمح لي أن أقرأ لك بعض اعترافات بسيطة لعدد من القادة الإسرائيليين حول هذه الجريمة. ريبي روب بيقول إيه في صحيفة جيروزلم بوست؟ الإسرائيليين هم الذين يقولوا ولسنا نحن. وكان وقتها قائدا لكتيبة إسرائيلية. هذه كلماته. جنوب موقعنا كان يوجد محجر يعمل به عدد من المدنيين وكان عددهم 49 رجلا كلهم عمال ترحيل بعضهم من البدو المصريين. قمنا بتقييد أيديهم والابتعاد بهم عن المحجر وهم في حالة فزع وانهيار. ورغم أنه لم تصدر لنا أوامر بقتلهم فقد فتحنا عليهم النار وقتلناهم جميعا. ومضى يقول إن واحدا من هؤلاء العمال نجح في الهرب بعد إصابته برصاصة في صدره وأخرى في قدمه. ولكنه عاد بعد ساعات يزحف على الأرض وظن أننا سنرحمه وطلب منا ماء ليشرب. وأنا لست مسؤولا عن غباء العدو فقد ألحقته بسرعة بزملائه. وعلى كل فأنا لا أشعر بوخز الضمير تجاه ما يجري. الآخر جابي بارون مراسل صحيفة دعوة حرانوت كان جنديا احتياطيا في حرب 67 يقول
لقد شاهدت الأسرى المصريين بعيني صباح الثامن من يونيو 67 في منطقة المطار في العريش، حيث تواجدت هناك القيادة العسكرية الإسرائيلية التي خدمت بها. وفي الصباح سمعنا أن هناك مئات الأسرى المصريين محتجزون في القيادة، وألقينا نظرة فوجدنا حوالي 150 منهم تم تجميعهم داخل مخبأ للطائرات وقد جلسوا مكدسين على الأرض. ومن حين لآخر كان أفراد الشرطة العسكرية الإسرائيلية ينتزعون أحد الأسرى من داخل المعسكر، ثم ينقل الأسير إلى ما وراء مخبأ الطائرات بصحبة اثنين من رجال الشرطة الإسرائيلية، ويقول: لقد تعقبت العملية فوجدت أن الأسير نقل إلى مسافة 100 متر خلف المخبأ، وقد أمره رجال الشرطة العسكرية بحفر حفرة خلال 15 دقيقة، ثم أمره بإلقاء نفسه فيها، وعندئذ صوب أحدهم رشاشه اليدوي إلى الأسير فأرضاه قتيلا. وقد تكرر هذا المشهد كثيرا أمام عيني. المقدم احتياط عمروس نئمان يقول: لقد كنا مثل الإعصار الذي يحطم كل ما يصادفه في طريقه. إنني أعترف فقط أنني لم أفكر في تلك اللحظات والتوقف ولو مرة واحدة من أجل أخذ الأسرى المصريين. كنت أستبدل خزانات الرشاش مثل المجنون وطاردت المصريين. كنا نصطادهم بلا أي قواعد. كنت أريد تحطيم عظامهم، أردت أن أذبحهم. رفائيل إيتان رئيس الأركان الإسرائيلي السابق معلقا على مذبحة الأسرى التي شارك فيها يقول: ليست لدي أي مشكلة ضمير لا اليوم ولا وقتها حول ما حدث في سيناء أثناء الحرب. لقد فوجئنا بخيام مصر فور هبوطنا بالقرب من نصب باركر. كانوا جنودا مصريين هربوا أمام وحدة شارون، كذلك كان هناك مواطنين مصريون سقطوا في القصر. فيما بعد عرفت أنهم قتلوا، كيف ولماذا لا أعلم. كل ذلك سمعته فيما بعد من القصص. إيه اللي طلع علينا حدوتة الأسرة إن إحنا قتلنا أسرة وعملنا وجنرالات إسرائيل ليه؟ عاوزين خير لينا يعني؟ بيساعدونا؟ بيحبونا؟ قلبهم علينا؟ يبقى أنا لما يعمل راجل بقى حاجة زي دي أنا إذا أفكر فيها كويس وليه دي كده ليه؟ هو بيجي في أوقات معينة عاوز يفرقع عملية السلام دي بأي شكل من الأشكال. ليه بيفرقع عملية السلام؟ بفرق عملية السلام لأن عملية السلام انتهت إن مصر خدت كل أراضيها وهجرت، ما ادتش حاجة لإسرائيل. ده في تطبيق لأنه مش ممكن يطبع مع ناس لسه محتلة بلاد عربية. وفي هذا الوقت جنرال إسرائيلي غريب عدو للسلام أو حريص على مستقبل إسرائيل، لأن هناك فريق في داخل إسرائيل يرى إن عملية السلام دي فيها نهاية إسرائيل، يروح راجع او خارج في وقت معين لفرقع لك قصة بتاعة الأسرى. فين تتلقفها بعض الإذاعات والصحف والإصدارات، وده بيعمل كده ايه؟ بيعمل انقسام في الشعب المصري وفي المجتمع المصري. لعل وعسى مصر الرسمية توقف مجهوداتها اللي بتعملها عشان تحرر الأراضي العربية المحتلة بالاسلوب الحضاري اللي احنا عاملينه واللي بدأ يلقى قبولا وقناعة ومصداقية امام جميع دول العالم بما فيهم الولايات المتحدة الامريكية. دكتور علاء غنام، انا عايز منك دراسة تحليلية للسلوكيات التي ارتكبها الاسرائيليين مع الاسرى المصريين في اعقاب نكسة 67. لا يعني الحقيقة ده موضوع مهم جدا، لأنه في خصوصية لحالة الأسرى المصريين في الحروب المصرية الإسرائيلية. الأسير المصري في 67 بالتحديد ليس كأي أسير آخر في أي حرب أخرى. كان في خطة مجهزة للتعامل مع هذا الأسير. الخطة بتهدف أساسا لكسر إرادته وإصار رسالة من خلاله، وعشان كده هذه الخطة انقسمت لمرحلتين. المرحلة الأولى كان الهدف منها التعامل معاه بمنتهى العنف والشدة وترويعه وإرهابه وقتل العديد من هؤلاء الأسرى أمام عينيه. أما من بقى حيا ووصل للمعتقلات الإسرائيلية فمر بمرحلة أخرى من بدايات اللين ومحاولة الاعتذار المغلفة والحوار بعد ذلك. وهذا الحوار كان تمهيد لعملية
غسيل دماغ منظمة جدا بيقوم بها أفراد محترفين في هذه المهنة لإصال رسالة الهدف منها إهانة الرموز المصرية وكسرها. الخلفية السياسية لكل ده بتتضح من الوثائق الإسرائيلية اللي نشرت أخيرا وتم التعليق عليها من بعض المحللين السياسيين المرموقين. كان الهدف قتل مصر، قتل مصر بالحربة، وده التعبير اللي ورد في هذه الوثائق، قتلها معنويا وماديا. على عكس الأطراف الأخرى اللي شاركت في هذا الصراع كان الهدف اصطيادها بالشبكة، وتعبير شبكة وحربة مذكور بالفعل في الوثائق الإسرائيلية. ولم يشفع لهؤلاء الأسرى صراخهم، ولا القانون الدولي، ولا الضمير الإنساني، ولذلك هذا الجرح سيظل في نفوسنا إلى أبد الدهر. احنا شفنا المصريين مرمين في الصحراء، احنا لما كنا ماشيين برضو بعد المعركة كنا ماشيين في اتجاهنا إلى الإسماعيلية، كانوا بيطلعوا علينا بالعربات نص جزيرة، بيخشوا جوه الجبل بيضربونا برشاشات، ما فيش حد بيندفن، اللي بيموت بيموت بيتساب. فهم طبعا ناس ماشية ما عندهاش أي سلاح أكثر من اللي معاه بندقية واللي معهوش معهوش، فكانوا بيطلعوا بالعربات نص جزيرة بيخشوا الجبل جوه، أي حد مش هم بيضربوه، فكنا بنستخبى. انتقام. والخلاصة لهذه الدراسة اللي قام بيها أساتذة علم نفس صهاينة بنفسهم، انه شخصية الصبرة اللي هم لعبوا الدور الاساسي في عمليات التعذيب الموجهة للأسرى المصريين بتتميز بالتبلد الحسي والشك والتوجس والنزوع العدواني، وهم اطفال في الكيبوتزات بيتعرضوا للمخاوف من الظلمة والتبول الليل اللا ارادي، ولكن هذه ليست تكوين في الشخصية، هي مجرد سمات فقط لا غير. في المعتقلات أثناء ما بعد 67 معتقلات الأسرى تبين على حسب قول شهود العيان إن اللي كانوا بيقوموا عملية تعذيب منهم يهود مصريين. والسؤال، هل أخطأ الرئيس جمال عبد الناصر عندما قام بإخراج اليهود المصريين من مصر عام 54؟ أنا أعتقد أنه كان خطأ كبيرا قبول خروج اليهود من الدول العربية كلها. أنت كده كرست إسرائيل ودرتها مادة للاستخدام دعائيا وعسكريا بعد ذلك حتى، وشوهت صورة العرب أمام العالم، لأنه اليهودي الذي يقبل البقاء في مصر لا يجب أن تخرجه عنوان، لأنه يظل مواطنا مصريا زي رجل المحامي العظيم اللي مات قريب ده، شحاتة هارون، كان رجل وطني مصري تقدمي وظل في مصر وفي ترابها ورفض أن يتحرك. يعني بعد ما وجدنا مثلا حوالي 3 شهور في المعتقل ياخدوه، كان بيستجوبوا لنا كل يوم تقريبا 15-20 واحد من المخابرات الإسرائيلية، بيطلعوا الواحد يقعد عندهم نص ساعة ساعة حسب ظروف. طبعا الاستجواب كان في الأول بيعرفونا ان انت لازم تتكلم على، وإلا هو كنا بنستجوب داخل أوضة، والأوضة قاعد فيها واحد وجنبه كلب ضخم جدا، وبعدين احدهم سألني قال لي انت بتحب الكلاب؟ قلت له لا. الاول كان الكلب يمشي قدام الاوضه رايح جاي، قلت له لا، فراح بتكلم، راح الراجل جاي يتكلم عادي جنبي، وبعدين يسيبني مع الكلب ويطلع بره يقعد مثلا نص ساعه وانا قاعد. اوضه ما فيهاش شباك وفيها نور شديد جدا، وبعد شويه تلاقي النور اتطفى والكلب قاعد. بعد كده بعد ما يعرفك ان احنا يعني يجي بقى يسأل طبعا اسئلة في منها يعني سياسية وفي منها عسكرية، وكانت صراحة يعني صعبة للغاية. هو مانع طول الوقت انك تقابل السيد الاحمر، احنا بنقدم شكاوي وبنطلب وكذا وكذا ان السيد الاحمر يجي، فهو مانع الى ان جه السيد الاحمر. هذه الفترة انت قاعد بقى خارج من الميدان متعور، معظمنا جرحى زي ما قلت لحضرتك، مقطع بالهجوم، ما فكروش يعالجوك. انا هقول لحضرتك اهو، مفيش ملابس داخليه على الاطلاق، بعرقك ما بتستحماش، مفيش حمى، مفيش ميه، مفيش دوله ميه بالمعنى بقى. ما انا جاي لك بقى الموضوع الاوروبيين ده، دوله الميه اللي هو عاملها ايه؟ عمل جوره كده في المعسكر، في وسط المعسكر، وجاب لوحين من الخشب وعمل فيهم 4 فتحات، 4 كده و4 قصادك كده، ودي دوله الميه. تخش طبعا مفيش مرايه حياه او مرايه حاجه، فالناس هتعمل ايه؟
إما هكذا وإما إنك تموت. نحن أمام مؤسسة عسكرية غاشمة، وأظن ما نراه الآن على أرضنا الفلسطينية المحتلة من ضرب بالإف 16 وإبادة جماعية للسكان، كل ذلك يؤكد أننا أمام عدو جبان ليس لديه ضمير، ليست لديه حدود في القتل. إخمان مواطن ألماني من عهد النازية، كان بيعمل كرئيس لمكتب شؤون اليهود في جستابو الألماني. هذا المكتب كان مسؤول عن إبادة اليهود على حد زعمهم. ورغم انتهاء النازية ورغم أن إسرائيل لم تكن قد أصبحت دولة وقت مذابح اليهود في ألمانيا، إلا أنها أصرت على محاكمة إخمان كمجرم حرب، وقام الموساد الإسرائيلي بخطفه سنة 1960 من الأرجنتين، وتمت محاكمته في القدس وحكم عليه بالإعدام. شوفوا بقى احنا محتاجين نخطف كام اخمن اسرائيلي ونحكمه في مصر بسبب التهم اللي رواها لنا شهود العيانة. وما خفيك انا عاصم. محكمة نورنبرغ انشئت في نوفمبر من عام 1945 كمحكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين، وعقدت في مدينة نورنبرغ بألمانيا، وانتهت في اكتوبر من عام 46. حكم فيها 22 من قادة النازية في ألمانيا. يجب أن نطالب بتسليم مجرم الحرب، يجب أن ندرج بني يعازر وأن ندرج شارون وأن ندرج كل إسرائيلي ارتكب جرما وكل إسرائيلي اعترف بهذا الجرم أو أشار إليه آخرون، يجب أن يوضع على اللوائح التي تطالب بتسليمهم أو القبض عليهم في أي مكان. سر ليفيرتي أو السفينة ليفيرتي كان عنوان أحد فصول كتاب 67 الانفجار للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل. وليفيرتي هي إحدى السفن الأمريكية التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتجسس على إسرائيل في حرب 67. والكلام ده قد يثير دهشة لدى البعض، لأن إزاي تتجسس أمريكا على إسرائيل في حرب لعبت فيها دور لتدعيم إسرائيل على المستويين السياسي والعسكري. الحقيقة إن الولايات المتحدة كانت تخشى من أطماع إسرائيل في الأردن، لذلك كانت عايزة تحافظ على علاقتها بالملك حسين وتحافظ على وعودها ليه بحمايته من إسرائيل. السفينة ليفيرتي وصلت الموقع المحدد لها الساعة 12 ظهر يوم الاثنين 5 يونيو، وبدأت في جمع المعلومات اللي تهم أمريكا إنها تحصل عليها. السفينة ليفيرتي واحدة من سفينتين للتجسس تملكهما البحرية الأمريكية بالتعاون مع وكالة NSA، أما السفينة الأخرى فتدعى بويبلو. كان يطلق على هاتين السفينتين وصف الآذان الكبيرة، وبخاصة ليبرتي لأنها كانت معبأة بصفوف من العقول الإلكترونية وأجهزة فك الشفرة وأجهزة التسجيل. كان يعمل عليها 279 رجلاً، نصفهم من البحارة ونصف الآخر من خبراء عمليات الالتقاط والتسجيل وفك شفرات. تلقت ليبرتي أوامر بالتحرك إلى شرق البحر المتوسط يوم 2 يونيو عام 67، واتخذت موقعا يمثل نقطة التقاء بين العريش والقدس. كانت أهم مهامها اختراق الشفرات الإسرائيلية، بهذا كان تفجير إسرائيل لها في 8 يونيو عام 67 بعد أن اكتشفت أمر السفينة ليبرتي، فتمت مهاجمتها بقوارب التوربيد MTB ليسفر الحادث عن 31 قتيلا و54 جريحا. وتصدر أوامر عسكرية أمريكية للناجين من الحادث بألا يجيبوا عن أي تساؤلات في هذا الموضوع، وأن تكون الإجابة الموحدة لكل التساؤلات أنها مجرد حادثة وقعت بطريق الخطأ وأن إسرائيل اعتذرت عنها. هو ظلت هذه رواية غامضة أنه ضربت السفينة ليبرتي قبالة السواحل العريش في ذلك الوقت، وإسرائيل هي التي فعلت ذلك وقال أنها فعلته بالخطأ. أنا أظن أنها فعلته إسرائيل، يعني غالبا معظم تصرفاتها لا يأتي عفو الخاطر، لما يكون له هدف. ربما كانت الأجهزة المتقدمة نسبيا في ذلك الوقت التي تحملها هذه السفينة قد قامت بالتصنت على كل العمليات العسكرية وما أعقبها وكل المراسلات بالعبرية
اللاسلكية وغير اللاسلكية في ذلك الوقت، وأصبح لديها مادة لا تريد إسرائيل لها أن تبقى في يد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تعرف إسرائيل عندها جواسيس كان ضد أمريكا، أمريكا لها جواسيس، يعني الموضوع برضو. أنا وأخوي على ابن عمي لا تفسيرك، يعني إذا كانت أمريكا بتدعم إسرائيل في حرب 67 فإزاي إسرائيل تضرب السفينة؟ لا، إسرائيل برعت تاريخيا في ضرب عناصر يهودية حتى عند اللزوم من أجل وصول هدف معين. إسرائيل عندها لونج استراتيجي قائمة على اللا عواطف واللا نظر للأمور إنما للغايات الأخرى البعيدة. هذه الغايات منها مثلا ألا يكون لدى أي قوة أخرى في العالم دوكيمنتس محددة وثائق عن موضوع مداخلات الحرب ودهاليزها وما جرى فيها من اتصالات بما فيها موضوع الأسر. لا يريد أن تظل هذه وثيقة في يد الولايات المتحدة الأمريكية، فرأى أن يضرب السفينة. سر بال الخطورة يكشف عنه كتاب أمريكي ظهر جديد بعنوان Body of Secrets للمؤلف جيمس بانفورد. الكتاب بيؤكد بالأدلة والشهود أن إسرائيل تعمدت تدمير السفينة الأمريكية لابيرتي يوم 8 يونيو 67، لأن السفينة الأمريكية تمكنت من التصنت على الإسرائيليين أثناء قيامهم بقتل من الأسرى العسكريين المصريين في سيناء بالقرب من مدينة العريش. عشان كده قامت إسرائيل بإغراق السفينة لابيرتي. وطبعا اعتذرت إسرائيل لأمريكا في النهاية وعلى طريقة سوري ما كانش قصدي. من ضمن المهازل الإسرائيلية اللي تمت مع أسرانا في حرب 67 خبر نشرته جريدة الأحرار في يوم 12/4/98. الخبر بيتكلم عن تجارة الأعضاء في إسرائيل عقب حرب 67. بعد ما خشيت السجن عملوا لي معاملة، كان عندي صار في كرة من التعذيب، هيا مبينين الإصابات تبعتهم في جسمي، عملوا لي نزع. ممكن شفت في المجلة الأسبوع اللي فات عملوا لي عملية، أول عملية ثاني عملية ورابع عملية، عملوا حرق التجارب يبندوني يجيب الأطفال تبعهم وتعلموا فيه. ورغم كل ما يقال في هذا الموضوع ورغم اعترافات الإسرائيليين أنفسهم، خرج علينا النائب العام الإسرائيلي بعد تفجير هذه القضية في الصحف وأعلن سنة 95 أن القانون الإسرائيلي لا يتضمن بند يمكن على أساسه محاكمة الذين قتلوا الأسرى المصريين في عام 67، وأن هذه الأعمال قد سقطت بالتقدم. وطبقا للأوامر العسكرية بتسقط جرائم الحرب بالتقادم بعشرين سنة. وإسرائيل حاولت تلعب اللعبة دي معانا في سنة 95. أول ما فتحنا ملف الأسرة المدعي العام الإسرائيلي ووزير العدل الإسرائيلي قالوا الكلام ده، فأنا رديت عليهم في جريدة الأهرام وقلت لهم يعني ما فيش داعي للخداع والتضليل. إذا كان طبقا للقوانين الإسرائيلية بتسقط بالتقادم بعشرين سنة، بس هنا بيتكلم على الجرائم الجنائية العادية. وفي نفس الوقت حتى لو القانون المحلي بتاعك بيعارض اتفاقية دولية انت موقع عليها، تسري اتفاقية دولية مش القانون المحلي، وبالتالي بنظل قاعدين عند قاعدة انه لا تقادم على جرائم الحرب، لا يسري التقادم على جرائم الحرب الاسرائيلية. القانون الدولي موقفه واضح في هذا الشأن، حيث ان مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا بمضي الزمن. واسرائيل وقعت على احد هذه الاتفاقيات عام 1951، ثم انها ايضا هناك امامنا اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تنص على محاكمة مجرم الحرب ايا كان الزمن الذي مضى او ولا يجب اسقاطها بالتقادم باي حال من الاحوال. ومن هنا يبقى السؤال، هل ايضا القانون الدولي مفصل فقط لمصلحة الاسرائيليين ويتغاضى عندما يكون هناك الدم المصري او الدم العربي؟ محكمة يوغوسلافيا السابقة اللي ابتدت في 91 بقرار مجلس الامن كانت ابتدت تشتغل، وابتدى يبقى في نموذج قصادنا. مش بنتكلم بقى في التاريخ بعد الحرب العالميه الثانيه، لا ده احنا في التسعينات اهو، والعالم كله ضميره تاذى وتعب جدا عشان خاطر الصرب والبوسنه. فقلنا يبقى احنا من حقنا كمان نمشي في المسار دوت، لكن عشان نمشي في المسار دوت لابد على الدولة المصرية أن تلجأ لمجلس الأمن وتطلب رسميا عقد محاكمة دولية جنائية خاصة
على شكل بقول يوغوسلافيا السابقه لمجرم الحرب الاسرائيلي. مفهوم جزء في الموضوع طبعا ان في حاجه اسمها الفيتو الامريكي، انما كمان احنا لازم نفهم اليه اللعبه الدوليه بالذات في مجال القانون الجنائي الدولي. اليهود ازعجوا ضمير العالم بمذابح النازي ضدهم، وقاعدين يصرخوا في الادبيات وفي الثقافه وفي السينما وفي السياسه على مذابح الهولوكوست. احنا نملك في ايدينا بالوثائق وباعترافات الاسرائيليين، والاعتراف يقال في القانون انه سيد الادله. يعني دلوقتي من حق اي اسره لها ضحايا ناس 67 ولها ابن قتل وهو اسير ان تقاضي اسرائيل؟ بالضبط. من 98 في روما تم اقرار اتفاقيه انشاء المحكمه الجنائيه الدوليه. هذه المحكمه لديها هيئه ادعاء بتتلقى الطلبات والشكاوى من الدول والمنظمات الحكوميه وغير الحكوميه ومن الافراد ادعاءات مطلوب منها انها تنظرها، ثم بناء عليها قد تنعقد محكمه لمجرم حرب ارتكب هذه الجريمه. يعني اذا القانون الجنائي الدولي كمان فتح الطريق امام الافراد والمنظمات غير الحكوميه انها تقدم ادعاءات امام هذه المحكمه. يجب ان نستعد للمواجهه، واننا ايضا في المقابل يجب ان نحصل على حقوقنا الكامله في قضيه الاسرى، واولها تسليم المجرمين والحق في التعويض. اذا لم نستطع ان نفعل ذلك نحن، فالمجتمع الدولي مطالب زي ما بيعمل النهارده في البوسنه والهرسك، مطالب ايضا يسلمنا شارون وبنيلي عازر وكل قائد اسرائيلي شارك في هذه الجريمه. في حاله عرض الموضوع على المحاكم الدوليه، البعض يثير نقطه هامه جدا وهي ان هذا الاجراء مرتبط بموافقه اسرائيل ذاتها على اللجوء للقضاء الدولي، هل هذا صحيح؟ لا مش صحيح. مش انا مش فاهم التحكيم. التحكيم الدولي arbitration هو اللي يقتضي موافقه الطرفين. لكن انا رايح اشكو طرف، ما مش عايز مش عايزني اشكوه. لا لا تقتضي موافقه اسرائيل على الاطلاق. انا باجي اقول يا محكمه دوليه هناك جرائم وخرق لاتفاقيات جنيف الاربعه، هناك معاملة للأسرة خرجت على نطاق ما هو معروف ومتعارف عليه إلى عمليات إبادة وقتل في زمن الحرب لسجين، وهو السجين الأسير ده سجين خلاص استسلم ووصل عنده، بتقتله بأي منطق؟ جريمة من جرائم، بتقتل واحد أعزل انتهى الموضوع، مش قتل في الميدان. إنما إسرائيل أرادت أن تتخلص منه. معاهدات جنيف الأربعة. في 12 من أغسطس من عام 49 عقد مؤتمر جنيف لتدعيم قواعد القانون الدولي لحماية ضحايا الحرب. أسفر المؤتمر عن توقيع اتفاقية جنيف الأربعة والتي اصطلح على تسميتها بالقانون الدولي. هذه الاتفاقيات هي: الاتفاقية الأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان. الاتفاقية الثانية بشأن تحسين أحوال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار. الاتفاقية الثالثة بشأن معاملة الأسرى. الاتفاقية الرابعة بشأن حماية الأفراد المدنيين في وقت الحرب. والاتفاقيات الأربعة تمثل القواعد الأساسية للقانون الدولي، وتحوي 400 مادة تنظم حقوق ضحايا العمليات العسكرية، فضلا عن حماية المدنيين في الأراضي التي يتم احتلالها. طلبت إسرائيل بالتعويضات عما ارتكبته من أفعال ضد أسرانا في نكسة 67 ليست بدعة مصرية. فبريطانيا تثير الآن قضية معاملة اليابان السيئة جدا للأسرى البريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية طبعا، وتطالب بريطانيا اليابان بالاعتذار الرسمي ودفع تعويضات لهؤلاء الأسرى. جريدة الأحرار نشرت خبر في يوم 21/4/98 تؤكد فيه وجود 16 أسير مصري ما زالوا في السجون الإسرائيلية بناء على ما ذكره تقرير لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. كنت مساعد أول وزير الخارجية الأسبق، هل ما زال لنا أسرى لدى إسرائيل؟ ما أعتقدش. قد يكون هناك أعداد قليلة تسربت واندمجت في المجتمع العربي داخل إسرائيل، قد يكون، لكن لا توجد حتى الآن تصورات. قد يكون هناك مسجونين مصريين في عمليات فدائية أو في اتهامات
بمشاركة المقاومة، إنما من الحروب النظامية في 56 و67 و73 لا أعتقد أنه يوجد أسرى أحياء تحت سيطرة إسرائيل. هل في بيانات فنية في الخارجية بتؤكد هذا الكلام؟ يعني هل كان في معلومات بتقول عندنا كم أسير كان في إسرائيل، تم الإفراج عن كذا، في كم واحد ماتوا، تبادلنا كذا معهم؟ طبعا هذه الوثائق في لجان اللي مع بعض الحروب وبعض العمليات العسكرية في لجان معينة تحضر مفاوضات، يا إما فك الاشتباك يا إما إعلان الهدنة أو إيقاف العمليات العسكرية، بتتضمن موضوع الأسرى بقوائمها، وبتلعب فيها الحقيقة القوات المسلحة دور أساسي مش الخارجية، يعني بيروح مع وفد الخارجية بس اللي رايح ده خبير عسكري يا إما من المخابرات الحربية أو من قيادة القوات المسلحة، وبيتبادل القوائم والأسماء وكل شيء معروف. فإحنا كان عندنا أسرى برضه عساف يجوري وغيره من الأسماء المشهورة دي في حرب 73 بالذات، وبتتم مقايضات في ظروف معينة، إنما لا يوجد لدى الخارجية وحدها هذه الأسماء، يعني الخارجية هي المظلة الدبلوماسية لمثل هذه الاتصالات. وأنا عندي تقارير وليس الجهة الفنية، عندي تقارير من الصليب الأحمر بيقول ما عندوش أي معلومات وافية عن أسرى أو ضحايا حرب 67. طب مين يبقى عنده معلومات؟ يعني إذا كانت الخارجية، واستند تقرير الصليب الأحمر في كلامه إن مصر ما طلبتش أي بيانات أو معلومات عن هؤلاء الأسرى. الصليب الأحمر مش جهة تحري، الصليب الأحمر لديه قوائم من أبلغ بهم، يعني إذا إسرائيل ما عرفتوش أنا عندي 800 أسير مصري أسمائهم هو محمد وحسن وعلي وإبراهيم ما يعرفش، لأن هو مش جهة تحري. اللي يعرف مين؟ الجهات الأمنية المعنية بمتابعة المعلومات، في أجهزة مصرية بتبقى واقفة عارفة اللي جاي ده مين، وبتسأل كل واحد عن روايته، كل ما حصل نوع من العائدين التصرف. أنا شخصيا أخي عاد يوم 21 يونيو، شوف بعد 15 يوم تقريبا، وعاد شوفه منتهي وعبر القناة، بيجي ياخدوه في جهات معينة يسألوه شفت مين، مين من زملائك، مين اللي مجاش، مين اللي اختفى. في كلام كتير على انه مازال في أسرة مصريين، واعتقد ان قضية محمود السواركة اللي من حوالي عامين اكدت بالفعل ان في أسرة موجودين. الحقيقة ان السؤال اللي احنا مش قادرين نخفيه او حتى نتجمل واحنا بنسأله، لماذا هذا الصمت الرهيب من جانب الحكومة المصرية تجاه قضية تمس حقوق الاف الجنود المصريين واسرهم وكرامة شعب مصر باكمله؟ عموما في هذه القضية، في قضية الصراع بتاعنا، الصراع العربي الاسرائيلي، انا شايف ان احنا في حاجة غلط في الموضوع. انا شايف ان احنا تركنا ان اسرائيل تسيطر على فكر العالم كله، على رأي العالم كله، وضربني وبكى وسبقني واشتكى، يعني هم في كل وقت هم اللي عاملين المصيبة، وفي كل وقت هم اللي طالعين ضحايا، واحنا قاعدين بنتفرج ومنتعلمش. يعني من ساعة ما بدأت المشكلة من الاربعينات، من قبل الاربعينات، هم نفس المشكلة بيعملوها معانا، يعملوا مصيبة ويطلع جاري يصرخ، واحنا بنتكلم ونتكلم في بعضينا هنا، يعني احنا عاملين نتكلم ونحكي حكايات في بعض ونقول شعر ونقول حاجات كبيرة كده، ما بنعملش أي موقف. انا شايف قضية الاسرى واحده من القضايا، يعني اليهود انا ما اعرفش حكايه المحارق وهتلر، وما انا ما اعرفش هل الموضوع ده حقيقي ولا مش حقيقي، لان انا اعرف تقديري ان المساله حتى اذا كانت حقيقيه ماشي بهذه الصوره، لان اليهود ما كانوش مثلا 50 مليون ولا بتاع، يعني اللي كل الفيلم ده كله يعني بيتحرق يعني عادي، وضحايا زي اي ضحايا، مش شايف الحكايه ان يتعمل منها حدوته لدرجه ان الالمان لا يستطيعوا انهم يحلموا، يعني ما قدرش هو يفكر وبيتكلم كده يتكلم في الموضوع ده خالص، وبيبتزوا الدنيا كلها بالحديثة دي. طب ده اليهود اللي عملوه معانا في دير ياسين ولا في صبرا وشتيلة، ولا عملوا اخو الكابتن اسمه بتاع اللي ماسك دلوقتي ده شارون، والحديثة اللي بيعملوها دولت ده ابشع من كده مليون مره. ده في دير ياسين، ما هم اليهود اصحاب نظريه الزهر الجماعي، يعني هو عشان خاطر عايز يلم الليله بسرعه وعايز يوفر على نفسه، ما دخلش نفسه في متاهات، فلما دخلوا في دير ياسين هو عم لو هو دخل واحتل وعمل وكلام ده كله هيقاوم، هو انت عارف ان هو انا عندي ما عندوش استعداد يموت، ما عنده، هو مش بيحارب على قضيه، هو بيحارب عشان خاطر انه عايز ينهب ولا يعمل، هو ما عندوش قضيه بيحارب بيها، لا هي ارض ولا هو مقتنع بالكلام ده. في دير ياسين انهم عملوا زياره جماعيه، ان هم دخلوا من اول البلد ابتدوا يمثلوا بمجموعه سيدات اللي يقطعوا صدرها يقطع دراع ويسيبه يجري، ما هو اللي بيجري وبينزف دم حيجري كله وراه، وده الزهر الجماعي يعني. فأتصور أن هذا الموقف يمكن أن يكون له مبرر بأي حال من الأحوال. إذا قلنا معاهدات سلام، إسرائيل تخرق معاهدات سلام،
ثم أن قضية الجريمة وقضية مجرم الحرب لا تمحوها معاهدات سلام. إسرائيل لا تزال حتى الآن تطارد ومعها المجتمع الدولي كل من ارتكب جرما في حق اليهود سنة 45. هو فاكر الطرف المصري بأنه لو طالب بحقوق الأسرة وابتدى يخش في مطالبة بعقد محكمة خاصة لمجرم الحرب الإسرائيليين أن ده كده يهز من اتفاقيات السلام بينه وبين إسرائيل. أنا بقول له لا، اتفاقيات سلام شيء والمطالبة بالحقوق والتعويضات ومحاكمة مجرم الحرب ده شيء تاني، لأنه العالم يعني أمريكا وهي بتتعامل في موضوع يوغوسلافيا السابقة، المفاوضات والتسويات شيء ومحاكمة مجرمي الحرب اليوغوسلاف شيء تاني. ولحد النهاردة قد احنا شفنا ميلوسوفيتش ازاي اتاخد لمحكمة مجرم الحرب. لماذا تفسر موقف الحكومة المصرية تجاه قضية الأسرة في حرب 67؟ الظاهر ان هذه القضية خايفين تعمل رد فعل كبير. السيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق في جريدة الأخبار أعلن قائلا إن مصر لن تترك موضوع الأسرى المصريين في حربي 56 و67 لكن لكل شيء توقيته المناسب. دكتور مصطفى، ما هو التوقيت المناسب؟ هناك مجموعة مطالبات من كل طرف تجاه الطرف الآخر، فإحنا برضو نستطيع أن نسائل إسرائيل عن بترول سيناء، عن الآثار التي نهبت. قضية الأسرى قضية إنسانية شديدة الحساسية، وخصوصا إذا قد يدهش المشاهد أن الذي أعلن عن قتل الأسرى المصريين هي مصادر إسرائيلية. قتل الأسرى المصريين يعني شهود عيان اللي بدأوا يحكوا هذا الكلام. طبعا موضوع الأسرى تنظمه اتفاقيات دولية، إنك أنت لازم تعلن عن الأسير وتحسن معاملته، والأسير ده رهينة لديك لأنه احنا نسميه سجين حرب. أما أن تقوم بإعدامه أو التخلص منه دون الإبلاغ عن قوائمه فدي من جرائم الحروب المعروفة التي برعت فيها إسرائيل. فإسرائيل في هذا بتقدم ملف من ملفات الانتهاك المعروفة لها التي لم تضيع عبد. والسيد عمرو موسى أو الخارجية المصرية أو مصر عموما على دراية بهذا الموضوع وتجمع وثائقه وتحركه في الوقت. حركه إزاي يعني إيه الإجراءات اللي مصر خدتها؟ أصلا أنت لابد أن تلجأ إلى جهات قانونية دولية واتصالات مباشرة مع إسرائيل في هذا الموضوع. فلابد أن توثقه. أي كلام يقوم على العبارات هو كلام مرسل، إنما لابد أن تعتقد على وثائق إن الضابط ألف أسر وشاهده فلان وفلان وعلمت المخابرات الحربية المصرية بذلك وعبر زملائه القناة ولكنه لم يعبر ولم يعلن عنه، وذكر بعض شهود العيان أنه كان من ضمن مجموعة أطلق عليها الرصاص وطلبوا منهم حفر قبورهم قبل قتلهم. حصل حاجات زي دي، إنما لابد أن توثقها. تظل روايات إلى أن تكون موثقة. حين تكون موثقة أمامك محكمة الجنائية الدولية، أمامك محكمة خاصة يشكلها مجلس الأمن في مرحلة معينة، إنما أنت ما بتحاولش تدخل الموضوعات دي دلوقت عشان ما تعملش انترابشن لمسيرة الأوضاع وهي مش ناقصة دلوقت. هل هناك ضغوط تمارس على مصر لعدم إثارة هذه القضية؟ لا لا أعتقد هذا. مصر واجهت ضغوط في موضوعات أشد من هذا كثيرا ورفضتها، فسوف لماذا تقبل الضغوط في هذا الموضوع؟ ليست الأمور بهذه الصورة. الحقيقة الدبلوماسية المصرية ذكية جدا ولديها خبرة مذهلة ولديها ملفات هائلة عن كل شيء بيحدث حواليها في العالم، ولا أعتقد أن هي وقع في أسر أنها مش فاهمة أن ده مسار وده مسار. أنا كمواطن وأنت كمواطن وكل الناس اللي بتفرجوا علينا كمواطنين، إحنا نقدر ناخد الإجراءات إحنا كمان، محدش هيقدر يضغط علينا. وأنا ما أعتقدش أنا ما أعرفش، أنا بحكم يعني بحكم شغلي أنا ما أعتقدش ولا أعرفش ولا أعتقد إن مصر تقبل ده، ولا أعتقد إن في مصر لا في إمبارح ولا النهارده ولا بكرة هتقبل إن حد يجرحها. يعني بغض النظر عن هذه الضغوط، يعني نتكلم بصراحة إحنا في قضية كرامة الآن، وفي قضية جنود مصريين أسروا فذبحوا. احنا معنا ورقة في ايدينا، مش هنقول تعويضات ولا غيره رغم ان هذا حق من حقوق يضمنها المجتمع الدولي، لكننا لا يشفي غليلنا الا محاكمة مجرمي الحرب في مصر. من انا اقدر اكده من غير ما اتكلم في تفاصيل ان مصر لا يوم من الايام وطت راسها ولا بتوطي راسها ولا هتوطي راسها. مصر شامخة في حربها وفي سلامها وفي كل شيء بتعمله، ومفيش حاجة ابدا يتم دراحها ولا بذلها.
ورغم تهديدات الحرب التي أصبحت نغمة سائدة في خطابات القادة الإسرائيليين، ورغم رفضنا للعودة لعصور الحرب والدمار واختيارنا لنبدأ السلام، إلا أننا لا نجبن عن مواجهة أي عدو يحاول أن يمس أمن مصر. شكرا لكم، وتابعونا في الحلقات القادمة